بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم حنبدأ مديول جديد، مديول مختلف ولكن يعتمد على ما سبق من المديولات. عندنا اللي هو المديول الجديد Transient Structure. احنا في Rigid Dynamics فقط كنا نهتم بالميكانيزم، بالموشن، بالحركة فقط، بالVelocity Acceleration وما يتعلق بالDynamics. ولكن هنا أنا بهتم بالستريس والسترين في الترانزينت المعتمد على حركة الستركتشر. فأنا حشوف حركة الستركتشر وحشوف كمان الستريس والسترين الاناليسز الخاص بالستركتشر هذا. طيب حنبدأ. عندي هنا ترانزينت ستركتشر انجينيرينج داتا. خلينا نشوف السؤال هنا. أول شيء بيقول in this exercise you are required to perform a transient structural analysis to determine the transient behavior of the shown rocker assembly. طبعا احنا تكلمنا في السابق على الريجيد ديناميك الخاص بالروكر اناليسيس، والان حنشوف كيف الستريس والسترين اناليسيس الخاص بالروكر. يقول لك هنا as an input the crank will rotate 360 degrees in 4 seconds. All parts are made of steel. إذن ما يحتاج هنا engineering data. هنروح للجيومتري. طبعا مفترض انه نسوي براوز قبل. خلينا نسوي براوز. خلينا نطلع ونسوي براوز من برا للجيومتري. امبورت جيومتري، خلينا روكر. طيب خلينا نرجع مرة ثانية. طيب هنا لو جينا للسؤال قال لي اول شيء امبورت ذا بروفايدد موديل انتو انسس الى اخره. هذا سويناه. ديفاين اول جوينتس، هذا معروف كمان. والكونتاكت ريجنز اف اني، اذا كان في موجود كونتاكت. بعدين هنا قال لي اناليسز معينه. بعدين قال لي في الفقره الخامسه فايند ذا ستريس ديستريبيوشن اكتنج اون ذا كرانك. يعني هو مهتم في البادي هذا كله بالكرانك. طيب خلينا نشوف اول شيء. انا عندي هذا الويب هنا، الويب هذا انا عارف انه فيكست، فيعني ماني مهتم فيه بما انه فيكس. خلينا ايش نلغيه، نقول له ايش سبرس بدي ونطلع. حنروح الان للموديل. حنشوف الان الموديل. طبعا هو قال لي انه كل البارتس معموله من الستيل، فانا غير مهتم الان بموضوع الماتيريال. الآن هذا الموديل عندي الغالي طبعا اللي هو الويب لأنه فيكس، لأنه أنا سويت له سبرس في الجيومتري. الآن خلينا نضيف اللي هو الجوينز. نسوي هنا ديليت. طيب عندي أنواع الجوينز. قبل ما نروح للجوينز عندي أنا مهتم فقط بال الستريس والسترين اناليسز الخاصه بالكرانك. طيب وبالتالي انا غير مهتم بالستريس والسترين اناليسز هنا ولا هنا، فقط في الكرانك. فخلينا نشوف اول شيء السنتر لينك او اللي دريفن ستيفنس بيهيفير. اعطاني اياه فليكسبل. الديفولت الخاص بالترانزيانت ستراكشر يخلي جميع الباث فليكسبل، ولكن طبعا هنا اذا خليت جميع البارتس فليكسيبل حتواجهني مشكله انه هاخذ وقت كبير لانه حيسوي مش على كل البارتس، وبالتالي انا البارتس اللي غير انا مهتم اللي لست مهتم بها اسوي احولها من فليكسيبل الى ريجيد. هحولها هنا الى ريجيد.
هذا انا غير مهتم بالدريفن، ولا مهتم كمان بال الروكر لينك. فخلينا كمان نغير الى ريجيد. عندي هنا الدرايف او الكرانك هو فقط انا المهتم فيه، فحخليه فليكسبل، حخليه زي ما هو بدون اي تغيير. طيب حنروح للكونكشن. عندي الجوينتس، حضيف جميع الجوينتس اللي عندي. عندي هنا ريفوليوت 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 ريفوليوت. طيب روح الكونكشن بادي تو جراوند. اولا حدد بادي تو جراوند ما بين، عندي هنا ما بين الدرايف ما بين الجراوند، لاني انا الغيت الويب. هقول له ابلاي. الاتجاه ممتاز. خلينا نسوي كمان البادي تو جراوند الثاني عندي اللي هو للدريفن، كمان هختاره. هروح كمان بادي تو بادي، بادي تو بادي عندي كمان هنا ريفوليوت ما بين، هذا هو الريفرنس عندي، وهذا هو الموبل بلاي. كمان جوينت بادي تو بادي ريفوليوت ما بين هنا، هذا حيكون الريفرنس، و ثاني هذا حيكون هو الموبل ابلاي. كذا انتهينا من كافة الجوينتس. لكن في الحقيقة هنا في مشكلة. اولا انا خليت هذا فليكسبل، وبما اني خليت الدرايف فليكسبل، وبالتالي لابد اخلي جميع الجوينتس المرتبطة بالبارتس الفليكسبل، الفليكسبل بارت اخليها ديفورمبل وليس ريجيد. خلينا نشوف. عندي هنا عندي تو جوينتس مربوطة بالهذه، وهذه مربوطة بالهذه، وهذه مربوطة بالدرايف. فححولها بما انها فليكسبل، ححولها من ريجيد الى، من ريجيد الى ديفورمبل. اهو من هنا هغير الى ديفورمبل، وهنا كمان ديفورمبل، كمان هنا ححولها من ريجيد الى ديفورمبل. هذه الملاحظة لابد ناخذها بالاعتبار. انا كمان مش عاجبني التسمية هذه، فخلينا نغير اول شيء اسماء ال، خلينا هذا نقول دريفن، رينيم دريفن، وهذا اللي هو دراي كرانك، خلينا نسميه كرانك، رينيم كرانك. وكمان هذا هنسميه كونكتنج، كونكتنج كونكتنج بار. طيب الان لاحظوا انه هنا التسميه مختلفه عن التسميه الموجوده فوق. فكيف احل المشكله؟ هضغط على كافه الجوينتس اللي انا اضفتها، اضغط بالزر الايمن، بدل رينيم اول اقول له رينيم بيست اون ديفينيشن. الان ايش قال لي هنا؟ جراوند تو كرانك، جراوند تو دريفن، كرانك تو كونكتنج بار، يعني ضبط الاسماء. انا الان انتهيت من الكونكشن او الجوينتس. هروح الان للمش. انا عندي المش فقط مهتم بالمش الخاص بالبادي طبعا يا اما خلينا طبعا المش هياخذ وقت، فانا هخلي حاعتمد الديفولت مش بدون اي سايزنج. فهقول له ايش؟ جنريت مش. طبعا حيكون حيختار لي هذا، حيختار لي فقط البارت اللي عليه فليكسيبل باي ديفولت. الان حنلاحظ هذا هو المش. خلينا يبدو ان المش هذا كبير شويه، فخلينا بس نسوي سايزنج، انزرت سايزنج جيومتري سيلكشن. حنختار فقط البارت اللي هو درايف، نقول له ابلاي، خليه 5 مللي 5 مللي.
كافي ان شاء الله. انا نسوي جنريت مش ليش كذا. يبدو ان الديفولت هو كمان او الديفولت كان 5 ملي، فخلاص حنعتمد ال 5 ملي. خلينا نخليها 2 ملي، 2 ملي وليكن 2 ملي. طيب الآن تقريبا إلى حد ما، يعني إلى حد ما مش مناسب، له صغير جدا وله كبير وله كبير. طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جدا في الاناليسيس سيتنج. الآن بعد ما انتهينا من الموديل والميشنج وكافة السيت اب الخاصة بالموديول هذا، باقي اللي هو الترانزيت. الآن حاط الاستفهام، لابد أول شيء ترانزيت لابد اضيف ستيبس. اللود حتكون على شكل ستيبس، دائما ناخذها في بالنا هذه النقطه. اذا انا حسوي ترانزيانت ستراكشر اناليسيس، لابد اخلي اسوي ستيب واخلي اللود على شكل ستيب. كيف حنسوي الكلام هذا؟ حنروح للاناليسيس سيتنج اول شيء. طيب هنا قال لي نمبر اوف ستيبس 4، حغير هنا نمبر اوف ستيب، هقول له ايش 4. طيب الكرنت ستيب 1، الاند الخاصه بالستيب هذه اعطاني الخاصه بالستيب الاولى 1. هو ايش قال لي هنا؟ قال لي ان 4 سكند. عندي اربع ستيب، لو قسمت الاربع ستيب على 4 سكند حيكون كل ستيب حيكون كل ستيب 1 سكند. هذا افتراضي، ولكن هل في امكانيه اغير كل ستيب، يعني كل ستيب اعطي لها تايم خاص فيها؟ ايوه اقدر. من هنا اروح على كل ستيب واقول 1 او 0.5 وهكذا، اغير من هنا الخاص بالستيب اللي انا اغير في التايم الاند الستيب التايم اند الخاص بالستيب. طيب خلينا نشوف هنا كمان ستيب هنا. طيب الان طيب لو جينا هنا، هذا ستيب 1 عندي، متى حتنتهي الستيب 1؟ عند 1 سكند. الستيب الثاني حتنتهي عند كم؟ 2 سكند، عند السكند الثانية. هنا حتنتهي طبعا عند السكند الثالثة. هنا حتنتهي كمان عند السكند الرابعة. لاحظ هنا نمبر اوف ستيب ما يقابلها متى حتنتهي كل ستيب. هنا كمان اقدر اغير من هنا الاند تايم، لكن خلينا يعني ماشيين على الموجود. طبعا هنا لو نلاحظ ان كل ستيب متساويه مع الستيب الثانيه، لو تغيرت التايم ستيب حنلاحظ انه التايم هنا مختلف عن الستيب الاخرى. طيب خلينا نشوف الكلام هذا. كل ستيب له انيشال تايم ستيب، مينيمم تايم ستيب، وماكسيمم تايم ستيب. طيب كيف حختار الانيشال تايم ستيب؟ اول شيء اخذه في الاعتبار اللي هو المينيمم تايم ستيب. طيب كيف احسب المينيمم تايم ستيب؟ المينيمم تايم ستيب حناخذ التايم الخاص بالستيب. عندي الستيب هذه كم التايم الخاص فيها؟ 1 سكند. طيب هاخذها واقسمها على 20 او 50، واخذ اي رقم ما بين من واحد قسمه 20، 1 على 20 الى 1 على 50، اختار اي تايم بينهم. فلو اخذت مثلا واحد على 20 في المينيمم تايم ستيب، ولا سمح الله حصل لي ايرور، حغير واختار كميه اقل وهكذا. الان حروح هنا المينيمم تايم ستيب واقول له يساوي 1 على 20. طبعا حختار كل الداتا هذا، الداتا هذه الانيشال تايم والمينيمم تايم والماكسيمم تايم ستيب، حختارها لكافه الستيبس. فاقول هنا وهنا وهنا، كذا انا اخترت الستيب كلها. فاقول هنا المينيمم تايم ستيب حيساوي 1 على 20 ويساوي تقريبا اللي هو 0.05. طيب نيجي عند الانيشال تايم ستيب، الانيشال تايم ستيب يساوي دبل المينيمم تايم ستيب. فحنقول يساوي 2 ضرب
واحد على 20. Point one. الماكسيمم تايم ستيب يساوي دبل المينيمم تايم ستيب. عندي المينيمم دبل الانيشال تايم ستيب. عندي الانيشال تايم ستيب 0.1، فهنقول يساوي 2 ضرب 0.1. كذا انتهينا تقريبا من الاناليسيس سيتنج. لاحظ الان لو جيت على كل ستيب نفس الاناليسيس سيتنج الخاص في كل ستيب، لاني ايش ضغطت عليها كلها وعدلت عليها كلها مره واحده. طيب عندي كمان نقطه ذكرها في السؤال الدكتور، قال السولفر تايب، نوع السولفر تايب دايركت، اسمه ايش؟ دايركت. خلينا نعدل على الكلام هذا كمان. هنختار هنا نروح في نفس الاناليسيس سيتنج، هنختار لكافه الاناليسيس سيتنج وحنقول له سولفر تايب بدل بروجرام كنترولد، لا هخليها دايركت. هنلاحظ هذه كلها تعدلت في كافه الستيب. وكمان عندي هنا الاوتبوت كنترول، حلغي حسوي يس ل حسوي يس عندي احولها الى يس. هذه موجوده في نفس السؤال هنا، تشوز يس فور اول. طيب خلونا نشوف الان باقي نضيف اللود. اللود عندي في السؤال 360 ديجري في الاربع سكند، كيف حنضيف هذه اللود؟ اول شيء هروح هنا واضيف انزرت. نوع اللود ايش؟ جوينت لود. جوينت لود على اي ايش نوع اي جوينت؟ اللي هو الخاص بالكرانك. طيب التايب روتيشنال فيلوسيتي، وحنقول هنا خلينا بس نتاكد ايش نوع اللود. خلينا نرجع للسؤال، لاحظ ايش قال السؤال. The crank will rotate 360 degree in 4 second. اذا خلينا نخلي اللود انبوت اللي هو الروتيشن. هنروح ونقول بدل تايب روتيشنال فيلوسيتي، لا روتيشن. انا مهتم هنا تيبلر داتا، فحقول له هنا 0 and 0 90 الروتيشن، وهنا 180، وهنا 270، وهنا 360. كذا اضفنا اللود. طيب بعد كذا حنسوي سولف، حنشوف ايش حيحصل معانا. سولف خلينا نشوف التايم. خلينا نروح هنا مثلا السولفر اوتبوت، عندي هنا السولفر اوتبوت التايم. خلينا نشوف عندي الان الحمد لله خلصنا الستيب الاولى، الوضع تمام. ان شاء الله ان الامور تمشي سموثلي يا رب. لا الحمد لله يعني على وشك نخلص والامور الحمد لله طيبه. ف خلينا نشوف الحمد لله الان الوضع تمام. لا سمح الله لا سمح الله طلع معاك ايرور. اول شيء تتاكد منه اذا طلع معاك ايرور تشوف الجوينتس، هل انت عملت ديفورمبل ولا لا. ديفورمبل لايش؟ للجوينتس المرتبطه بالفليكسبل بارتس. كل جوينت مرتبطه بالفليكسبل بارتس لابد تتاكد انك انت عملت الجوينت الخاصه فيها ديفورمبل. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، ممكن الاناليسيس سيتنج عندنا مثلا التايم هنا المينيمم تايم ستيب ممكن يكون عالي شوي، فحاول انك تنقص. الان عندنا من 1 الى 20 اخترنا طبعا الستيب عندنا 1 سكند، 1 سكند على 20 اخترنا، هذا هو المينيمم ستيب.
المينيمم تايم ستيب. فلا سمح الله طلع عندك ايرور حتغير مثلا عندك ما بين تختار اي نقطه ما بين 1 الى على 20 الى 1 على 50 وليكن مثلا 1 على 40 وهكذا وتشوف ان شاء الله انه الامور تمشي سموثلي. طيب الان خلونا نشوف الريزلتس اللي نرغب فيها. اولا اول ريزلت فايند ذا توتال ديفورميشن اوف ذا سيستم. طيب خلينا نجيب التوتال ديفورميشن اوف توتال اول بدي طبعا نقول ايفالويت اول ريزلتس. ممتاز خلينا نشوف هنا هنا خلينا نزود السكند ربع سكند تايم فريم. ممتاز هذا فيما يخص التوتال ديفورميشن للسيستم. عندي المطلوب الثاني فايند ذا ستريس ديستريبيوشن اكتنج اون ذا كرانك. هنروح هنا فنقول له انزرت ستريس هنا ايكويفالنت فون ميسز اول بادي. لا اختار لي فقط البادي هذه اللي انا ارغب فيها اللي هو البارت الكرانك اللي انا ارغب فيه. نقول له ابلاي ونقول له ايفالويت اور ريزلت. عندي هنا هذا هو ديستريبيوشن. طيب نلاحظ هنا عندي ايش احمر واخضر. اخضر هذا لو جينا هنا مثلا الاحمر هو الخاص بالمينيمم. فلو جيت مثلا الغيت الاحمر المينيمم فمثلا هنا خلينا نسوي ديليت ونزيد نضيفها مره اخرى نقول هنا انزرت ديفورميشن ستريس equivalent to ميسز. ف خلينا ديسبلاي خلينا نسوي اومت مثلا. طيب خلينا نمشي على هذا الكلام بعدين نشوفه في التشارت. طيب المطلوب الثالث عندي او الاخير يقول plot the maximum acting on stress on the crank against its rotation angle. فانا الحين ابغى الروتيشن انجل الروتيشن انجل علاقه ما بين الروتيشن انجل والماكسيمم ستريس. كيف نضيف الكلام هذا؟ هنضيف هنا نقول انزت كمان انزت بروب جوينت. هنضيف الان ابغى اضيف الروتيشن الخاص بالكرانك. طيب وانا مهتم بالريزلت تايب اللي هي ريليتيف روتيشن اراوند اكس اكس زد اكسس. كذا اضفناها والايفالويت والريزلت. الان حدمج الايكوفالنت ستريس والروتيشن انجل في تشارت. خلينا نشوف كيف نضيفه من هنا. نختار تو اوبجكتس اوكي. الاكس اكسس حيكون هو حيكون الجوينت برو ريليتيف الجوينت بروب او الريليتيف روتيشن. طيب وعندي هنا بلوث طيب جريد لاين. خلينا نضيف الجريد لاين يكون الشكل افضل. طيب هنا طيب عندي التايم ابغى اسوي له اومت. انا غير مهتم بالتايم انا فقط مهتم بالماكسيمم الماكسيمم غير مهتم بالمينيمم. حسوي اومت للمينيمم. كذا الان الكيرف طلع تمام. في معلومه عندي مثلا ابغى اشوف فين مكان الماكسيمم ستريس. خلينا نروح للايكوفالنت ستريس. فين عندي الماكسيمم ستريس؟ عندي في المنطقة هذه مثلا. عندي في المنطقة هذه. طيب تقريبا 0.3 سكند او 0.3 سكند. خلينا نشوف فين 0.3 سكند. اهو هذه هي الماكسيمم. طيب كيف بشوفها في فيجواليزيشن؟ كيف؟ فاسوي اضغط هنا ريترايف ذيس ريزلت. ابغى اشوف البوزيشن عند الريزلت هذه اللي انا ابغاها اللي هي الماكسيمم بالنسبه لي. شوف الان اهو هذا هو متى يكون الماكسيمم؟ لما يكون الكرانك بالشكل هذا. تقريبا هذا فيما يخص السؤال الاول في ترانزينت. طيب خلينا بس نتاكد من حاجه معينه. انا عندي هنا عند البوينت 35 بيعطيني الماكسيمم ستريس. خلينا نشوف كم قيمة الماكسيمم ستريس. كيف اروح هنا؟ عندي هنا
عندي هنا الماكسيمم ستريس، او هنا في الجوينت بروب عندي ال 0.35 اهو، هذه هي عند ال 0.35 هنا تقريبا. .35 second هو الماكسيمم. خلينا نقول retrieve this result اهو لما يكون بالشكل هذا. قيمة الانجل اللي بتعطيني الماكسيمم ستريس 31.5 degree. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.